أكدت المديرة التنفيذية لجمعية كلام فريال شرف الدين أننا أصبحنا نتحدث عن ظاهرة تقتيل النساء منذ سنة 2021، وبينت أن مصطلح تقتيل النساء يعني قتل النساء على يد أزواجهن أو أبائهن أو أي شخص عنده سلطة عليهم. أكدت شرف الدين أنه الظاهرة هذه تشهد تفاقم، وتم تسجيل 27 حالة تقتيل نساء خلال سنة 2023، وأضافت أنه منذ بداية السنة الحالية وخلال مدة شهر ونصف شهدنا 5 حالات تقتيل نساء. وأبرزت شرف الدين أنه من أسباب تفاقم هذه الظاهرة تفاقم العنف في المجتمع وتزايد على الفئة الهشة وعلى رأسها المرأة. قال زاد أنه غياب العمل الجاد من طرف الدولة ولدى مراكز الأمن رغم وجود القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ساهم أيضا في تزايد هذه الظاهرة. أكدت على أنه لابد أنه تتحمل الدولة مسؤوليتها مع أخذ مسألة تعنيف النساء على محمل الجد حسب قولها، بالإضافة إلى مقاومة العنف المسلط ضد المرأة انطلاقا من الناشئة وترسيخ مبادئ المساواة. للإشارة، تم تسجيل مقتل امرأة خمسينية ذبحا على يد زوج ابنتها يوم 19 فيفري الحالي بسكرة، قبلها بيوم قتلت امرأة مسنة على يد ابنها بالمنيهلة، كما تم تسجيل مقتل امرأة في العقد الثاني على يد زوجها في معتمدية الميدا من ولاية نابل نهار 12 فيفري الحالي، ومقتل أم لأربعة أطفال على يد زوجها في 10 فيفري في بوسالم. وتم تسجيل أول حالة قتل للنساء هذه السنة يوم 9 جانفي بسوسة، حيث قتلت امرأة على يد زوجها. أرقام مفزعة وخطيرة جدا. في مستجدات قضية اغتيال جيد شكري بالعيد، الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت اليوم تأجيل جلسة المحاكمة في قضية اغتيال شكري بالعيد إلى 23 فيفري 2024، وذلك لأسباب إجرائية. هذا القرار جاء لتسخير محامي ثاني لفائدة المتهم محمد أمين الجسمي بعد تسجيل خلل إجرائي، وطلب المتهم رياض الورتيني التحرير عليه مكتبيا عبر عريضة أرسلها من سجنه بالمرنقية إلى رئيسة الدائرة لتمكين هيئة المحكمة من معطيات يرفض التصريح بها خلال الجلسة حسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء. عضو هيئة الدفاع عن الشهيد بالعيد إيمان البجيوي وضحت اليوم في تصريح الوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه الخلل الإجرائي المتعلق بتسخير محامي ثاني للجسمي يتمثل في عدم اتصال رئيسة أو رئيس الدائرة الجنائية بالفرع الجهوي للمحامين حسب ما ينص عليه المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. وأشارت إلى أنه جرى إثر الجلسة الاتصال بفرع المحامين لتسخير محامي للجسمي، وحضروا جميع المتهمين اليوم أمام الدائرة باستثناء محمد العواتي وعز الدين عبد اللهوي ومحمد عمري وأحمد المالكي المكنى بالصومالي اللي وقع أحضارهم من السجن، غير أنهم رفضوا المثول أمام الدائرة واختاروا البقاء في غرفة الإيقاف بالمحكمة. نفكروا أنه بعض الأسماء تم ذكرها في معناها قضية هروب مساجين أو معناها تهريب مساجين إرهابيين من سجن المرنقية بينهم الصومالي. البجاوي ذكرت أن هؤلاء المتهمين تم استنطاقهم في الجلسات الفارطة باستثناء عبد اللهوي اللي يرفض دائما خضوعه للاستنطاق. النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت ذكرت أنه تم تأجيل جلسة قضية اغتيال شهيد شكري بالعيد إلى اليوم، وذلك استجابة لطلب المتهم محمد أمين الجسمي تسخير محامي آخر للترفع عليه بعد ما رفض إنابة محاميته. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس انطلقت نهار 6 فيفري الحالي تزامنا مع إحياء الذكرى 11 لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بالعيد، فاستنطاق المتهمين في قضية الاغتيال. ويواجه أكثر من 30 متهم في القضية تهم القتل العمد والتحريض
على ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى مجموعات لها علاقة بتنظيم إرهابي. انفجار في مخبر بمعهد خزندار تتوقف على إثر الدروس ومع تسجيل حالات اختناق بسبب غازات سامة. أستاذ لمادة الفيزياء بمعهد خزندار في تونس وضح اليوم أن الدروس متوقفة اليوم بالمعهد نتيجة تواصل انبعاث الغازات السامة وحدوث حالات اختناق ناتجة على انفجار بمخزن لمواد كيميائية بالمعهد. الأستاذ بيّن أن الانفجار صار نهار الأحد مساء يوم الأحد الماضي وتم التفطن ليه صباح يوم الاثنين 19 فيفري 2024، بعد اكتشاف انبعاث لغازات سامة نتج عن تفاعل بين مكونات كيميائية قديمة مشعة ومسرطنة تم التخلي عنها في مناهج التدريس، إلا أنه لم يتم التخلص منها من المعهد حسب قوله. كما نوه الأستاذ بأنه تم سابقا التنبيه لخطورة تواصل تواجد هذه المواد الكيميائية بالمعهد وجدد الطلب متاعه معناه لسلطة الإشراف أنه لازم تتدخل وتسرع برفع هذه المواد وانبعاثاتها وتطهير المعهد حسب تعبيره. المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس العميد منير أريابي أكد اليوم نجاح وحدات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب في مخزن تابع للمعهد الثانوي بخزندار كان يضم مواد كيميائية تستعمل للتدريس منتهية الصلاحية وكانت مخزنة بطريقة عشوائية. وقال العميد منير ريبي أن المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس أنه لم يتم تسجيل أضرار بشرية الحمد لله في الحادث هذا، وأنه تم التنسيق مع المعهد قصد إزالة هذه المواد اللي تمثل خطر على التلاميذ والإطار التربوي بهذا المعهد. وهوني التساؤل عن معنى تواجدها، هل هناك تقصير، هل هناك إخلال، هل هناك بعض الإشكاليات الأخرى اللي أدت إلى هذا الحادث. النائب في مجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة عن الكتلة الوطنية المستقلة طالب بتوفير زيت الزيتون المعلب اللي حدد السعر بتاعه ب 15 دينار للقارورة ذات سعة لتر واحد في مساحات من المنتج إلى المستهلك. وقال في مداخلة لي في جلسة عامة اليوم في مجلس نواب الشعب حاضر فيها وزير الفلاحة، قالوا فما زيت زيتون ب 15 دينار وفروا خلي الشعب على الأقل في رمضان يلقى الزيت حسب تعبيره.